ايه هو اللوبر؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. جهاز اللوبر، يعني لوبر، لوب يعني حلقة، يعني حلقة. الجهاز دوت جهاز بحطه تحت رجلي وانا بعزف الجيتار بتاعي، ولما بضغط عليه في لحظة معينة كل اللي بعزفه بعده بيتسجل، ويجي بعد فترة يذيع تاني الحاجات اللي انا سجلتها في الحلقة ديت، ويفضل يعيد فيها يعيد فيها، عشان كده بيسموه حلقة او لوبر. اللوبر ده واللي الجهاز اللي بيعمل حلقه ده ممكن تلاقيه في كذا صوره. ممكن تلاقيه بدلات زي ما احنا شايفين، بدل منفصل كده بتستعمله ببساطه جدا، بتاخده في البيت تتمرن عليه، او انك انت بتعمل عرض منفرد في الشارع او قدام حد او قدام ناس وانت محتاج خلفيه موسيقيه، بتعمل الخلفيه بتاعتك بالجيتار بتاعك زي ما هنشوف دلوقتي وبتعزف عليه. اللوبر ده كمان في ناس فنانين محترفين زي عزيز ابراهيم. انا ان شاء الله سجلت حلقة مع عزيز ابراهيم وهفرجكم عزيز بيعمل ايه باللوبر بتاعه. جايب كمان اكتر من لوبر في نفس الوقت، بيعمل على كل واحد حاجة، ويعمل في عرض مبهر للمستمع من تأليف وموسيقى عزيز ابراهيم. فاللوبر دوت ممكن يكون عون ليك انك انت تبقى فنان بتشتغل لوحدك وبتعمل خلق العمل فني محدش عمله قبلك. واللوبر ده يعني فعلا انا شايف ان هو مساعدة هايلة جدا لاي جيتارست او اي آلة موسيقية، صاحب آلة موسيقية، عشان يقدر يطور من مستواه ويقدر يتحسن، لانك انت ممكن تعمل لها حاجات وتقدر تعزف معاها وتقدر تعمل ايقاعات وتقدر كمان تطور من مستواك. فانت المقطوعات اللي تتمرن عليها تقدر تتمرن عليها مع اللوبر والسلالم والاربيجيوز وكل الحاجات اللي احنا بنتمرن عليها واحنا بنمر عليها ممكن تتمرن عليها باللوبر. هيبقى التمرين مفيد وهادف وفي نفس الوقت ممتع. طب يلا مع بعض نشوف اللوبر. انا همسك الجيتار بتاعي وهبتدي اعزف، واللوبر بتاعي دوت نشوف هنستعمله ازاي. طيب الجهاز بتاع اللوبر ده هو جاهز على انه يلقط على طول دلوقتي اللوب اللي انا هعملها. فانا ممكن اعمل ايقاع بالجيتار بتاعي مثلا حاجه زي كده. ايقاع. يفضل انك انت تعمل الايقاع مرة وتجربه وفي نفس الوقت بتضغط اللوبر مع اول ضغطة من ضغطات الايقاع بتاعك. يعني هضغط هنا مثلا، وهضغط سايب هنا، ففي نفس الضغطة اللي انا ضغطت عليها ادخل هضغط نفس الضغطة اللي انا سايب وانا بعزف، فكل حاجة هتمشي مظبوط. نجرب مع بعض كده. هعمل دورة لوحدي. ممكن اعزف مع اللوب ديت، اقدر اعمل سولوهات، اقدر اركب اغاني، اقدر اعمل اغاني بتاعتي، اجرب كوردات مع بعضها، اقرب سولو مع كوردات، اتمرن، اقدر اعمل حاجات كتير قوي، اقدر اعمل بيرفورمانس. طيب ممكن اعمل الايقاع ده بطريقه تانية. ممكن اعمل الطريق ده، الايقاع ده ببقي، يعني ممكن اعمل ايقاع مثلا ببقي. في بعض اللوبرز بيبقى فيها مترونوم بيساعدني ان انا اضبط الايقاع بتاعي، فانا ممكن اعمل الايقاع الاول قبل ما اضبط الصوت بتاعي. هضيف السنير بقى.
ممكن اضيف كمان ايقاع جديد بتاع جيتار. فأنا ممكن أقدر أعمل أي أداء صوتي باللوبر بتاعي دوت وأقدر أستعمله في الخيال بتاعي. فافتح مخك لللوبر وأشوفكوا الحلقة الجاية.